الشرك الأكبر موجب هبوط العمل والخلود لله لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: وما شركوا لك بطعام ما كانوا يعملون، وقوله: ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وإن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات ودعاء فيما نقدر على الله على قسم. ومن انواعه دعاء الاموات والاصنام والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والشفاعه مثل باب الدعاء فيما نقدر على الله صدق من اجل الخوف عباده وتعظيم الصدق صدق من اجل الذبح عباده محبه الله تعالى الشيخ الاكبر النذر ذكرنا النذر الذي لا تكبر الطواف حول الوضوء محبه الاولياء الصالحين محبه الساره محبه الله الشيخ الاكبر نعم. قال رحمه الله: اما الشرك الاصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب او السنه اسم يدور شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الاكبر كالرياء في بعض الاعمال. في بعض الأعمال ننقل أن هناك من أنواع الرياء ما قد يصل إلى الشرك الأكبر، ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء. هذا فيه أن ابن القيم فرض أن كثير الرياء نسأل الله والسلام شرك أكبر، ومثلنا بما الشرك بالرياء في الصدقة وبالرياء في لا إله إلا الله شرك أكبر. نعم. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله نصل فيه انه شرك اصغر وقد يصل الى الشرك الاكبر. اخوانا تسمع الله لابد تعلم الناس التوحيد. تحلف له بالله ما يصدق، تقول امانه صحيح؟ امانه حلف بالامانه حلف بغير الله حتى لو قال امانه فقط. نعم حلف بالنبي حلف بكذا حلف بكذا حلف رأس الأب بتوبة الأب بتوبة الجدة بتوبة كلام عش رجلا ترعى نعم. وقول ما شاء الله وجاء فلان ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت هذا جائز ما شاء الله وحده أعلم الله نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: بالله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته من الشرك الأصغر رضي الله عليهم، هم أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي وعن الشرك، فنحن والله أكبر. نعم. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني عن ياسر بن دليل عن محمود بن لبيد وعن رافع بن خليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. جاز وأعلن هذا ما شاء الله وحده. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن
الصحابي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي إليه زين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياءً وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء بما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. قال رحمه الله: الدرس الرابع الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله: الدرس الخامس. شروط الصلاة. نعم، الصلاة لا بد من شروط، والشروط تقدم على العبادة. من يذكر لي شروط الصلاة؟ أخوان، شروط الصلاة. بسم الله. نعم، فقط ينظر الله أمامه. بسم الله. الشرط على الوجه. شروط الصلاة وهي تسعة. الاستعانة. شروط الصلاة تسعة. وهذا من حسن التدبير. تحفظ أنها تسعة. تعرف أنها تسعة أعمال. الأول الإسلام. خرج الإمام نحن نعلم أننا لا نخاطب الكافر بالصلاة ولا الإسلام ولا الحج. أول ما خاطب الكافر هو الإسلام، ولا تخاطب الختان ولا غيره. فلماذا يخاطب القضاء رحمه الله تعالى بكل عبادة من عبادات الإسلام؟ وقد يسلم وهو صلى الله عليه وسلم يذبح لصاحب القبر، يستعين، يستغيث، يطوف حول القبر وما إلى ذلك. إذا أول ما يقوم به الكافر الإسلام. الحاكم بن مسلم رحمه الله إمام، فجاء إلى الإسلام وقال الإمام: إذا كان يميز فلا يميز شيء في الصلاة. لا يميز
نصف الصلاة باطل إلى الإسلام والعقل والتمييز التمييز مطلع الحدث وفي هكذا تضبط الشروط الثانية تضبط هذه الأربع شروط لأن هذه الشروط الأربع في كل العبادة إلا في الزكاة والحج قد يتغير بعض الشروط دون الإسلام التمييز الإسلام والعقل والتمييز أي التفريق بين الأشياء والنية هي أن يقول قبل أن تصلي اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم يوم الأربعاء المقبل للثاني والعشرين من جمال الأولى 1435 مهتمم الشيخ عيسى بمسجد الفارس في حي الإلحاء أصلي المغرب الساعة 6:15 بتوقيت الكويت وجانب العلمين السابق وجانب العلمين إسحاق وعبد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه يكون الشيخ عيسى سلم الله عليه. النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. من يذكر لي دليل في الصلاة مخالفة للنية في الصلاة؟ نريد دليل خاص في الصلاة. حديث المسلم في صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم في صلاة إذا قمت من الصلاة من أسفل الوضوء أكبر ولم يقل له قل اللهم إنك تصلي إلى اليوم إلى اليوم. إذا النية محل القلب والتلفظ بها بدعة في كل العبادة ولا استثناء. نعم الإسلام والعقل والتمييز والدين ثم رفع الحدث إلى الأكبر والأصغر رفع الحدث الأكبر يكون بالاغتسال ورفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء خالد بن ربيع وصلى بغير وضوء الصلاة باطلة خرج منه مني وصلى بالوضوء فالصلاة باطلة نعم إزالة النجاسة إزالة النجاسة هذا من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء البدن والكوع والثوب البدن والثوب اللباس والمكان الذي يصلي فيه صلى في الحمام صلى في مكان نجس صلى على ثوب نجاسة صلى على بدن نجاسة الصلاة باطلة إذا كان عالما بالنجاسة وقادرا على إزالتها نعم ستر العورة وأحسن هذا أن نقول الأخذ زينة الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد اشفع على عورة نفس هذه المسألة انتبه يقول ابن سعد رحمه الله تعالى أن العورة كلام مبلغ فقط متوسط العورة أو الأخذ زينة الصلاة على ثلاثة أقسام عورة مبلغة وعورة مخففة وعورة متوسطة العورة المبلغة عورة المرء حرة بالغة مرء حرة بالغة تسقط جميع البدن إلى وجهك وعند الأجل تغطي حتى الوجه مرء أخرج بهذا الرجل حرة أخرج بهذا الأمر كله بالغة أخرج بهذا الصغير تغطي جميع البدن وبلغ عليها ونقول لابد أن تغطي جميع البدن ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرأة إذا صلت في دور سابق حتى إذا لم تكشف شيء فصلاته صحيحة ولا أشكال يعني إذا كشف شيء من بعض المقدمين وكذا ولا أشكال الثاني عورة مخففة نذكر المغلقة المخففة وما بقي كل متوسط المغلقة الذكر المخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين يستر الظهر والرجاء ما عدا المغلقة والمخففة عورة متوسطة يستر من الصدر إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. إخواننا نحن لا نتكلم عن حجاب المرأة المسلمة نتكلم عن صحة الصلاة. بعض الشيء يقول طيب المرأة حرة بالغة الآن عورتها في الصدر والركبة صلت وسترت من الصدر إلى الركبة والصلاة صحيحة. النظر إلى هذا أمر آخر مرة صلى الله عليه وسلم تصرف على نفسي في أحد البيوت وقالت له يعني أكون أحيانا بلباس البحر وأدخل إلى الخيمة وأصلي إليها ولا أرى أحد ماذا علي؟ قال أمر الله أعلم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول العنهن فإنهن من أحد ما نتكلم عنه الحجاب وكذا، نحن نتكلم عن الصحة الصلاة. طيب هذا العورات ثلاثة مبلغة ومخففة ومتوسطة. نعم. رحمه الله دخول الوقت. دخول الوقت. دخلنا هذه المسألة مهمة جدا.
أول لا يمكن أن نصلي الصلاة بالوقت. إذا تعمدنا إخراج الصلاة